Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Deutsch lernen mit uns. Ahlan wa marhaban bikum fi qanati Ta'allam al-Almaniya ma'ana. Heute lernen wir zusammen das deutsche Alphabet und Aussprache. Al-yawm sawfa nata'allamu ma'a ba'd al-huruf al-Almaniya wa nutqaha. A. Apfel. Apfel. Wa yani at-tufah. Doppel A تنطق A طويلة A مثل كلمة vague vague ويعني الميزان. A مع حرفها تنطق H خفيفة مثل كلمة بان بان ويعني القطار أو الطريق. A فوقها نقطتين تسمى A أوملاوت وتنطق E مثل كلمة بير بير ويعني الدب. A أوملاوت مع حرف ها تنطق اي ها خفيفة إيغ إيغ وتعني السنابل. ب بغوت بغوت ويعني الخبز. س إذا جاء مباشرة بعده حرف اي تنطق تشي مثل كلمة تشيلو تشيلو ويعني كمانجة كبيرة. سي تنطق أيضا كا في كلمة كاميليون كاميليون وتعني الحرباء. سي مع حرفها تنطق دائما ش ش مثل كلمة شيروغ شيروغ ويعني الجراح. دي دلفين دلفين ويعني الدلفين. اي إليفانت إليفانت وهو الفيل. اي مع حرفها تنطق اي اي يمن ويعني الزوج. اي يفخى ويعني الزوجة. اي مع حرف اي تنطق اي مثل كلمة داس اي ويعني البيض. اي مع حرف او تنطق اي اي مثل كلمة ايل ويعني البومة. اف فيلم فيلم الفيلم. جي غارتن غارتن وتعني الحديقة. ها هامستر هامستر ويعني الهامستر. اي ايجل ايجل وهو القنفذ. اي مع حرف ها تنطق الها خفيفة مثل كلمة يا وتعني انتم. اي اي مع حرف اي تنطق اي طويلة مثل كلمة زيبن زيبن اي رقم سبعة. يوت تنطق ي مثل كلمة يونغ يونغ وتعني الولد او الصبي. كا كاتس كاتس القطة. ال لامب لامب وتعني اللمبة أو المصباح. إم موتا موتا وتعني الأم. إن ناز ناز وتعني الأنف. أو أوبست أوبست وتعني الغلال. دبل أو تنطق طويلة في كلمة بوت بوت وتعني القارب. او مع حرف ها تنطق خفيفة مثل كلمة اور اور وتعني الأذن. او فوقها نقطتين تسمى او أوملاوت وتنطق او او مثل كلمة موبل موبل. او أوملاوت مع حرف ها وتنطق الها خفيفة مثل كلمة هولا هولا وتعني الكهف. بي بوني
بوني وهو الحصان الصغير. بي بي مع حرف ها تنطق اف مثل كلمة فوتو فوتو وتعني الصورة. كو وتنطق كفي كفي مثل كلمة كفارتر كفارتر وهو المسكن أو المبيت. إر غيتر غيتر وهو الفارس. إس بوست بوست وهو البريد. إس تنطق أيضا ز مثل كلمة غوز غوز وهو الورد. دوبل إس دوبل إس تنطق إس مثل كلمة فاسا يونكفر فاسا يونكفر وهو اليعسوب. إس تي تنطق أيضا إس مثل كلمة نوس نوس وهو الجوز. إس سي ها تنطق ش مثل كلمة شلانغ شلانغ وهو الثعبان. إس بي تنطق شب شب مثل كلمة شبشت شبشت وهو نقار الخشب. ST تنطق شت شت مثل كلمة شتيرن شتيرن وهو النجم أو النجوم. S مع T تنطق أيضا ست في وسط الكلمة مثل كلمة فينستر فينستر وهي النافذة. T تورت تورت وهي التورتة. تي مع حرف ها تنطق تي مثل كلمة تياتر تياتر وهو المسرح. تي مع حرف اي تنطق تسي تسي مثل كلمة ناتسيون ناتسيون وهو الوطن. تي مع حرف تسات تنطق تس مثل كلمة نتس نتس وهي الشبكة. تي اس سي ها تنطق تش مثل كلمة دويتش دويتش وهو ألماني. او هونت هونت وتعني الكلب. او أول الكلمة تأتي طويلة مثل كلمة اوبان اوبان وهو متر الأنفاق. او مع حرف ها تأتي الها خفيفة مثل كلمة اوغ اوغ وهي الساعة. او فوقها نقطتين تسمى او املاوت وتنطق او مثل كلمة اوبونك اوبونك وهو التمرين. فاو تنطق اف مثل كلمة فوغل فوغل وهو العصفور. فاو تنطق أيضا في بعض الكلمات في مثل كلمة فاز فاز وهي المزهرية. في تنطق في مثل كلمة فولف فولف وهو الذئب. إكس إكس مثل كلمة إكس شتغالن إكس شتغالن وهي الأشعة السينية. يبسلون تنطق أو مثل كلمة يبسلون يبسلون وهو حرف من الحروف الإغريقية. تسات تنطق تس مثل كلمة تساوبغغ تساوبغغ وهو الساحر. دوبل تس دوبل تسات تنطق تس مثل كلمة تسكيتس سكيتس وهو الرسم التخطيطي. في نهاية هذا الفيديو أقدم لكم تمرين بسيط لمراجعة الأحرف ونطقها. A, B, C, D, E Mein Kopf tut mir weh. F, G, H, I, J, K Der Doktor ist da. L, M, N, O, P Es ist mir wieder gut, Jutsche. Q, R, S, T, U, V, W, X Es fällt mir nix. Y, Z, jetzt gehe ich zu Bett.